النهارده ذكرى ميلاد واحده من اهم ممثلات زمن الفن الجميل. بدات مشوارها كمذيعه وبعدين اتجهت للتمثيل، قدمت مجموعه كبيره جدا من الافلام والمسلسلات والمسرحيات، نالت اهتمام كبير من الجمهور، وهي جميله من جميلات الشاشه المصريه الفنانه ليلى طاهر. في مثل هذا اليوم ولدت فنانة صاحبة تاريخ إبداعي طويل منذ بدايتها كمذيعة ثم نجمة من نجمات السينما والتلفزيون، هي الفنانة ليلى طاهر. ولدت شروة مصطفى إبراهيم فهمي الشهيرة بليلى طاهر التي اختار لها رمسيس نجيب اسمها الفني من إحدى روايات يوسف السباعي. ولدت لأسرة مصرية وكان والدها مهندساً زراعياً ووالدتها ربة منزل. بدأت عملها كمذيعة تلفزيونية مع بداية إرسال التلفزيون المصري عام 1960، حيث جمعتها لقاءات ومواقف عديدة بالمخرج التلفزيوني روبير صايغ الذي كان من الرعيل الأول لمخرجي التلفزيون. شكلت ثنائياً ناجحاً مع صلاح ذو الفقار، ويعد فيلم زوج في أجازة مع صلاح ذو الفقار من أهم أفلامها، بالإضافة لأفلام الأيدي الناعمة والناصر صلاح الدين. حصلت ليلى طاهر على العديد من الجوائز، كان آخرها درع المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية عام 2017، وجائزة الريادة السينمائية من المهرجان الكاثوليكي عام 2018، وكرمها أيضاً مهرجان شرم الشيخ السينمائي في فبراير عام 2018 في دورته الثانية.